التقى المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة اليوم الجمعة وزير الخارجية المصري سامح شكري لبحث آخر التطورات في ليبيا، ويحضر سلامة برفقة أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مؤتمر ميونخ للأمن 54، حيث يلتقي قادة العالم لمناقشة التحديات العالمية بما فيها التحديات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة الساحل بحسب بيان صادر عن البعثة الأممية في ليبيا. وأكدت البعثة الأممية أن سلامة سيجري سلسلة لقاءات بشأن ليبيا مع عدد من المسؤولين. وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري التقى اليوم على هامش أعمال المؤتمر أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة.